حرك دامك سنت علي خذ يلا بسم الله. على طاري على طاري سالفة فيصل، على طاري سالفة فيصل يقول الواد المغوار هذا طول عمر سلمك الله ايام احنا تعرف القصيم الامطار عندنا موسميه وقت شتاء يعني نتشفق المطر شفاقه. سنت من السنين كان يا مكان في قديم الزمان كنت طول عمر كان عمري تقريبا ابو 7-8 سنوات كذا طلعت كشت مع الوالد والاهل تمام كشتنا قصه ترى ممتعه بعد ودخلنا طول عمر زي ما تقول داخل بالربيع ايام كشتات خذ غدانا نتغدى كشتة عائليه يعني يقولون انا والوالد وامي الله يرحمها ومعنا الله يغفر لها ويرحمها بعض عماتي الزبده مالك بالطويله كشتنا استنسنا انبسطنا كلام ده يعني وقتها عمري 9-8 كذا. المهم يوم ان خلصنا غدانا قرب يمسي علينا الليل المغربيه قال انت معك عوائل لازم ترجع. احنا راجعين وقتها جايين قبلها مطر الديره اللي احنا فيها جايها مطر. احنا راجعين بدا يقرب الليل اللي يقرب الليل اللي طحنا بخباص اللي هو زي ما تقول انت ماشي زي الرمله اللي فيها طينه وحل رطريط اي رطريط. يوم دخلنا طول من هالرطريط ذا ها الجيب الموتر جيب الموتر قاعد زز مكان عشق دبل عشق مدريش كيف قال والله ما يتحرك خندريش اسمه خندريش لاعبين سيارة خلينا نسميه خباص. الزبده قام يحفر مكانه عشق بدل كل ما تدوس شوف الطبون يتحرك معك بس الجيب مكانه خطير والله. اي ولا عاد وقتها حاولنا ينزل ويقول خلنا نصلي المغرب رجعنا عدل بدل ما في مكانكم مكانك راضح. قال الوالد الامور سهلات طبيعي يرفع الجوال بيدك شبكه ما فيه اجل تودو داخل بعيد من الخط اي الخط بعيد واظلم الليل علينا صلينا المغرب وبرد ارفع احنا وقتها وقت برد بعد شتاء برد المهم وندق ذا ما في شبكه وصح حتى على وقت الجلسه ذي الكشته كان في غيم يعني صار ظلام دامس على ما يقولون. يقول لك طول العمر يوم ان دق الشبكه ما في شبكه هو لو ان الطلعه كلها شباب نقول عادي عوائل ولا زاد الخوف خوف تلفت ابوي ما في الا هو انا اكبر واحد ابو 8 معي تلفت يمين يسار الا يوم ظلم الليل عاد تشوف عاد الحين انا الرؤيه صار عندك كويسه الا شفنا على بعيد يمكن على مسافه 2 كيلو 3 كيلو كذا الا الطريق السريع السيارات رايحه جايه. قال ابوي يوم شاف الوضع كذا قال يا حاتم انا بنزل وبروح للشارع هناك صعب اني بيرسل واحد ابو 8 قال انا بروح وبجيب سياره وبجي. قال انتبه يا حاتم انت معك حريم وذا ولدي الشجاع خلك يطول عمر انتبه عشان ولدي الشجاع ايه يجيكم احد ولا شيء اذا جاء احد كبس بالله ما نزلت الحريم وحطيته فرشه كذا نزلهم خباص درام كل الدنيا خباص برد شتاء والله التكبيس بيجي لرا اسمع العلم يوم انه قال اصلا يمكن يعني كبس بالنور وطلق علينا احنا بالجيب والله هالهواء يحرك الجيب هواء وبرد احنا على زي ما تقول على زي ما تقول قاع احنا دخلنا احنا طالعين على قاع دائما خباص لا يجي بوسط القاع والارض على مد يد كف يعني احنا بأي على قصيم زي مو زي فيها زي ارتفاعات الجنوب الارض كلها مد والله يا ولد وانا قال لي ولدي وانا هذا الماقف هذا قضيت في عمرك 8 انا قال تبشر بس عاد دخلك مكان السواق واذا شفت ها شيء انا بطلع سيده لان احنا الحمد لله ان الجيب كان وجه سيده للسيارات كذا يعني قال ان شفت ها كبس بس ولا اضرب بوي زل وش الاخر اسمع مكبس والله من صادق التكبيش ده البطارية خلصت لا كان تبشر بس سعد هو يروح يوم راح اول ما نزل طق القفل طق قفل الباب عشان اضمن الموضوع تعرف انت اذا راح الوضع معك حريم وكذا اول ما يروح ابوه 5-7 دقائق ياخذون السوالف وي ما ادري وش هو كشته ما ايش ولا بعدين هدوء بعد 10 دقائق قال له وش هو؟ عم الهدوء بدا الخوف يدخل
ولا جت ساعة يمكن ثمان. والله يا جماعة تخير ظلام دامس وهواء وبرد كله هدوء وظلام. ولا شوي ولا أنا أقولهم ما عليكم، وفي أخوي يصغر مني يحاول يفتح الباب، اجلس خل الباب كل شيء يسوي الباب خل الباب، وأنا جالس وأنا عيني على أبوي لين مشي 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 أختي. هو معه وش ترى جو أيام جوال يعني وكشاف أبوك الشاف ذا نوك لين اختفى وتلفت الوالد روح عز الله راح روح الرجال ما شوف شيء وتلفت على جنبي إلا عندي أم الله يرحمها عندي عماتي وامي تقول ايه ولدي قلت ايش يدور في محل وانا اقسم بالله لو يقولوا لي انزل شوف اللوحه ورا ما انزل اشوفها لوحه السياره ورا ولد الشجاع معطيها كذا ولا وضع طول نص ساعه ساعه ساعتين ساعتين ونص لو تقول لي ارب المرتبه نظيفه بس لو تقول لي وقتها خيالك واسع والله. المهم وانا جالس تلفت اقول الا الخو القلب تك 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 وتجي تعرف اذا جاك هبايب يجيك احيانا وانت كرامه زي رميت التراب تضرب السياره كذا صوت صوت هواء واذا ضرب رميت السياره ضرب الباب في شيء في احد تلفت من يسار ابو حصه الى الان كم تكبيسه؟ ما كبست صامل صامل ما كبست الحين جيك اطمن الحرام يشوفهم ابوي وش هو راعي ريالتي مقالب ايش سوى؟ يوم جاء لقى السياره جاء جابه من ورا الله يسعدك حلو ما جاء سيده ما جاني سيده انا ما دريت هو لا جاب من ورا عشان السياره فيها حريم وعوالك راح جاء من ورا السياره ومن ورا الوحل يعني اي من ورا ومن طلع من ورا انا ما ادري ايش السالفه الى احمد ايش السالفه انا وش مسوي اصلا انا ما ادري ايش جاني اصلا انا جالس بالسياره تعرف واحد ابو 8 سنوات ماسك دركسون قال كذا ما تعرف التفت كذا بعدين التفت كذا ابوي موجهني سيده بس مجهز التكبيس شويه الا وشو اثر الرجال ابوي جاي من ورا وبالصدفه جت بالصدفه كذا شاف اشر يكبس بالجوال للحريم عمات وخالات يكبس لامي زي تقول فهموها انه هو بيخوفنا وانا قاعد كذا ما التفت يعني اللي داخل السياره داروا عن الوضع يوم داروا ويبدون وتبدا امي حمد تبدا تستلم الوضع قلت انتبه ترى في شيء جينا احد انا شفت احد مر بيتمشي السيناريو المقلب انا ما عليت اذا صار شيء ابوي قال لي كبس مسك دكسور يسوي قال كبس معلق الا شوي كذا وهي تعطيني قاعده 3 دقائق انتبه في احد جاء هو في احد مر هو الا الخوف جاني بقوه شوي وانا قلت شوف انتبه بالسواق جاك احد وانا اقول كذا الا ابوي جالس من تحت السواق وحاط الجو على وجهه ويرفع الجو ويرد يش طلع وانقز وطبح حضن ما شاء الله ما شاء الله عليه الوالد صراخ وصياح قال ولدي الشجاع قلت الشجاع راح الصراخ ما في ليه طلعنا ها الصراخ بالله عليك كيف النومه بعده ما تقول كيف النومه تضيع وانت احس صدقنا نقسم بالله لا حول ولا قوه الا بالله الله يبيض وجهك يا ابو حصه ولا يهينك الوالد ويطول بعمر والدك اليوم متعب يا شباب بيشارك خلوا متعب يعطينا شيء قال كل يوم يشارك ابو تايب اسلم يا متعب راح تسوي دويتو طبعا انا من الناس اللي